باش نبداو فقرتنا او حلقتنا اليوم فقره متابعات نتابعوا فيها كل الاحداث ونواكبوا فيها كل احداث الثقافيه الفنيه وغيره. اليوم حدث علمي هام وفريد من نوعه زاده كما عودتنا مدينه العلوم. سعيده جدا باستقبال مدام نجوى باي المديره العلميه بمدينه العلوم. مرحبا بك مدام نجوى. اهلا وسهلا. مرحبا. مشكورين على الاستضافه. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحه. يعيشك. مرحبا. كما عودتونا. يعيشك. كما عودتونا مدام نجوى مدينه العلوم بالحقيقه عندها مواكبتها، عندها لاحباء العلوم وللعائلات وللناس اللي تحب العلوم. المره ذي توجهتوا لنساء، كيفاش الحكايه؟ هي المدينة العلوم هي عندها برنامج علمي سنوي دونك تنشره كل سنه، وفي معناتها في البرنامج نتاعها ثم الايام العالميه، ومن الايام العالميه اللي هي تمس المجالات الكل، برشا مجالات في العلوم، في العلوم الانسانيه، في العلوم التكنولوجيه، دونك ثم زاد اليوم العالمي للمراه والفتاه في مجال العلوم، والمدينه تحتفل بهذا اليوم للدوره الثالثه، دونك 3 سنين على التوالي نحتفلوا بهذا اليوم. هو يوم من الايام اللي مهمه جدا للثقافه العلميه. تعرف انت المدينه دور نتاعها ما تقريش، ما تدرسش العباد، لكن الناس هي تحاول انها يعني تنشر الثقافه العلميه. اليوم هذايا هو في الحقيقه يوم اعتمدته منظمه الامم المتحده للتربيه والثقافه والعلوم. اليوم هذايا يقول قائل علاش المراه والفتاه وفي مجال العلوم. يعني يلندرا باش يقولوا دور المراه مهم جدا. حاجه معروفه، الناس كل تعرف اللي المراه والراجل عندهم ادوار معناتها متكاملين ومهمين. هو في الحقيقه الحكايه هي اعمق شويه من انه باش تبرز دور المراه في تونس بالذات. تونس متميزه لانها هي في حد ذاتها بيلوت بالنسبه حتى على نطاق المنطقه وعلى نطاق افريقيا وحتى في اوروبا. راهو كيف نشوفوا النسب اللي موجوده نتاع الفتاه في مجال العلوم ما همش خايبين بكل. نرجعوا لهم بعد النسب، نكمل الفكره انه منظمه دايوغ صدرت تونس بعد، معناها صدرت تونس الكفاءات النسويه خارج تونس في مجالات عديده وخاصه مجالات العلوم والطب وغيره. معناها منظمه الامم المتحده للتربيه والثقافه والعلوم حبت يعني في العالم اجمع، مش كان في تونس، اما تونس من بين بلدان العالم انها تحتفل بهذا اليوم. هي حبت كيف المنظمه انها تحث على مجتمعات متماسكه. تعرف مهم جدا، راهو مهم جدا المجتمعات المتماسكه، المجتمعات اللي هي يعني فيها كيما الجسم اليمين واليسار يعني هالتكامل هذايا. وحبت زاده تعزز المشاركه العادله، المشاركه اللي ما بين المراه والراجل في مجال العلوم والمشاركه الكامله. هذوما حاجات يمكن احنا كي نقولوهم يظهرونا حاجات سهلين، ومش سهلين. ربما التوانسه يظهروا سهلين خاطر كمان ما ننساوش، انا ديما نقول اكل اماتنا وجداتنا اللي في اول استقلال البلاد مشاو المكتب عمرهم 6 سنين، ما مشاوش وحدهم. البوه هز للمكتب والعائله هزت المكتب والجد هز المكتب، دونك ثم رجال تونس ملول بالكل امنوا بطاقات النساء. حاجه راهو مهمه ياسر احنا ننساوها، تظهر لنا حاجه عاديه، اما احنا برشا ناس وبرشا نساء حلوا هما، اذا كان تسمح لي في كلمه، ايزون اوفيغ لو بال، ايزون اوفيغ لو بال. هنسى هذوما مش احنا كملنا، واحنا ربي في اولادنا كيف كيف. انا بنفسي مشيت المكتب كيفي كيف خويا، وربما انت زاد من جيل اخر الى اخره، وانا اليوم ربي في اولادي نعمل نفس الشيء. دونك هذه هي المشاركه الكامله والعادله. تبقينا اصبحنا بعد اذنك، معناها اصبحنا حاجه نفتخروا بها ونعتزوا بها في مجتمعنا وفي تونس. على الاقل باش نحل القوسين، على الاقل نمشيو شويه ايجابيه، يزينا تعبنا وسلبيه. صح. بالعكس نمشيو ننحازوا البنيه ساعات اكثر من الوليد. معناها مشينا في يعطيك الصحه. الفتيات اللي هما طالبات اللي هما مقيدين في الجامعه التونسيه 66%. ما شاء الله. والباحثات اللي هما في هالحوض المتالق، احنا نحبوا نوسعوه الحوض هذا اللي هو حوض الباحثات، واللي هما قاعدين يبتكروا يعطيونا حاجات جديده. عندنا 51%، ما عاد حاجات مشرفه على الاخر. من بعد المدينه وكما في بلايص اخرين حابين نعزوا هالمسارات المهنيه، خاطر الناس هذوما من بعد باش يخرجوا للحياه العمليه. احنا ماذا بينا نراهم في مراكز القرار،
ماذا بينا هالكفاءات هذوما تو نحكيو على البرنامج من بعد اذا كان ثم وقت معناتها طبعا عندنا وقت نحكيو على البرنامج تشوف البرنامج فما كيما انت تو كنت تقول وانت فهمتها في ساعه في ساعه معناتها بعث الامل هالفتيات هذوما اللي وقت يتوجهوا للدراسه ويتوجهوا لمجالات العلوم الانسانيه والعلميه والتكنولوجيه احنا نقول لهم مش ليش ومش نعملوا بالقرايه واللي قراوا ما لقاوش خدمه لا فما يلزمنا نواصلوا العمل يلزم نخدموا بصدق ونعطيو بصدق ونقدموا اللي قبلنا عملوا هكاك وكان مش هما عملوا هكاك احنا اليوم ماناش هنايا واحنا كيف زاد ماذا بينا نخليو المجالات العلميه اللي تخوضها تشوف المراه راهي خاضت مجالات كبيره ياسر ومتعده ياسر وكانت من الاوائل في بعض المجالات معناتها مثلا في الطيران باش تلقى اول قبطان معناتها مراه تونسيه اللي هي وحتى في افريقيا السيده عليا منشيري اللي هي باش تكون معانا ان شاء الله يوم السبت 6 فيفري وبارك الله فيها اللي قبلت الدعوه وحتى العنوان نتاعها حبت تبعث الامل حبت تقول للعباد راهو هي حلم فتاه صغيره يتحقق هذه هي الانترفونسيون نتاعها هي حبت بتشارك وتشوفهم المداخلات لكل العناوين معناتها كلهم بعض امل ماناش باش ندخلوا في التقنيات نتاع سائق الطائره والا العالم اللي في البيئه والا العالمه ولا الباحثه اللي هي في مجال الصحافه ولا لا هو راهو زاد كيف فما مسار مهني يلزمنا نعزوه والمسار المهني هذايا ماهوش شويه يلزمنا نشوفوه نهار اخر في الحياه العمليه ولازم نراوهم الناس هذوما المتالقين ويحبوا يشاركوا في حتى استراتيجيات البلاد احنا البلاد ان شاء الله نقدموا قدام ونمشيو معنا في نمشيو نقدموا بالبلاد التونسيه ان شاء الله اكثر من اليوم وان شاء الله غدوه خير من اليوم الى اخره هذا هو مدام نجوى بعد اذنك ربما احنا هي لا صارت نهار السبت اليوم بثنا نهار الاثنين صارت ليفينمون نهار السبت دونك الجميل فيها 6 فيفري هو 6 فيفري الجميل فيها انه معناها الحيثيات والافكار والمداخلات اللي موجوده في التظاهره معناها بالحق مستحقينها اليوم مدام نجوى برشا اليوم الشباب نتاعنا احنا اجيال وحبينا البرنامج يكون فيه اجيال يعني البرنامج هو عباره فسيفساء من الاجيال وفسيفساء من المجالات لانه تونس ما تتعبش راهو باش تلقى ناس تداخل في مداخلات كما يوم العالمي للمراه والفتاه وثم في العالم اجمع يحتفلوا واحنا نعرفوا كمدينه علوم يطلبونا باش نشاركوا معاهم لانه العالم اجمع يحث المجتمعات على التماسك فما بالك بتونس معناتها اللي المراه متالقه من توا معناتها عنا عشرات السنين احنا مش حاجه جديده لكن باقي في في في, في المراكز اللي المراه تنجم تعطي اكثر من اللي هي في الدراسه نلقاو باقي النسب مازالت محتشمه وهذا في حق المراه معناتها شويه لانه هي متالقه في الجامعه لانه النسب نتاعها عاليه لانها قاعده تخوض مجالات مزيانه وتعطي في الامل الاجيال الاخرى اثبتت انها اذا كان اثبتت نجاعتها امراه مع احترامي معناها للرجال مش سباق هو راهي مش سباق انا لكن معناتها المراه هي بيد ربس العطاء ما سامحونا لكن بالحق مدام نجوى مستحقين برشا الكلام هذا اليوم رانا تعبنا من السوداويه بسم الله عليكم تعبنا من السلبيه تعبنا من نشوف في صور تعيسه ومؤلمه احيانا لا عندنا برشا ضوء عندنا برشا حاجات ايجابيه في البلاد هذيا هما انوار العلوم هذم انوار العلوم انه ما تنجمش العائلات الكل تحث يا اولادها باش تنجح اما يلزم الاولاد يفهموا علاش يلزمهم ينجحوا مش باش ياخذ شهريه وذاك هوا راهوك النكته ما هو اللي باش يبنيها فك المكان العمل اللي باش يوصل له والا المكان العمل اللي هو باش يخلقه تعرف انت الابتكارات هذه هي تو انت تشوف انت باغ اكزومبل الشركات الصغرى شنو هي شركه مهندسين هما قراوا والديهم تابعوهم ومشاو معاهم لكن بعد حلوا فرص عمل ليهم ساعات يتوسعوا يحلوا شكون معاهم الى اخره هذيك هي يلزم يفهموا الشبان والشباب انه راهو فرص العمل هي تبني المجتمعات وتبني الدول ماناش نقراو سودان ماناش نمشيو للمكتب خاطر يلزمنا نقراو فقط هذا هو احنا كنت تحب مازال فما وقت نحكي على نحكي على البرنامج شنو فيه من محاضرات وخاصه باش تعطينا انت ما شاء الله عليك مدام نجوى مش في وجهك بالحق تبارك الله انت خير مثال للمراه التونسيه اعطينا معناها
شنو أبعاد المحاضرات هذية وعلاش حبيتوا أنها تكون وشكون الأسماء المشاركة؟ جيتنا بالأول طيارة ناخذوا البرنامج بهما 8 مداخلات. المداخلات هي ساعة يوم السبت 6 فيفري في مدرج ابن خلدون، يعرفوه العباد اللي من سانسة جيل مدينة العلوم. هي مدينة العلوم عمرها ما سكرت أبوابها، لكن بجدية صار ما معناتها نحترموا البروتوكول الصحي، أوقات غير عادية هذية. مدام نجوى، دونك أهم حاجة أنه فما احترام للقواعد والبروتوكول الصحي، هذه حاجة مهمة برشا. وحاجة زادة فرحتنا أنه كمان فما رجعنا شوية للمبادرات هذية ومع احترام طبعا البروتوكول الصحي اللي هو تقريب تم اعتماد عدد أقل 30%. المدينة تستقبل 30% من طاقة الاستيعاب نتاعها. في أوقات كيف هكايا المدينة التظاهرات الكبرى ماهيش تعمل فيهم، اللي هما يجيبوا برشا عباد. لكن بالنسبة للأيام العالمية والأيام الدولية هذه اللي هي راهو باش نلقاو فيها، احنا معناتها الأسبوع اللي فات كان فما الكوفيد مثلا، مستجدات الكوفيد، جاوا شوية عباد ما جاوش برشا، لكن احنا في نفس الوقت اون لايف ستريمينغ كنا بثينا كيما اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، بثينا زادة كيف اون لايف ستريمينغ المداخلات هذه. والحاجة كانوا موجودين 6 من خيارات تونس، معناتها كيفكم انتم اللي موجودين معايا في البلاتو، كان معناتها داخلوا معانا. المداخلات كانت قصيره مش طويله، وكان ثم نقاش هو حكينا فيه على التحديات هالمجالات هذيا. كان تحبوا معناتها نحكي لكم شويه صار، شوفوا اعطينا اسماء المداخلات. الوغ المداخله الاولى كانت السيده عليا المنشيري اللي هي قبطان طائره، أول قبطار طائرة بتونس وبإفريقيا، وكانت حكيت على حلم فتاة صغيرة يتحقق. ثم من جيل آخر اللي هو يتمثل في السيدة ويام صفار الزاوي، قدمت لنا مراقب الملاحة الجوية بتونس. والسيدة ويام صفار الزاوي مشكورة، هي مراقب ملاحة جاتنا من ديوان الطيران المدني والمطارات بمطار الحبيب بورقيبة بمنستير. ثم ما عادش كان سمعته في السنوات اللي فاتت، كنا ياسر حكاو على النفط والغاز الصخري وعمل البلبله في البلاد التونسيه. الدكتوره امينه مبروك اللي هي استاذه في كليه العلوم قالت انا هالتوانسه الكل يلزمهم يعرفوا ويفهموا على قاعده شنية هالنفط وشنية الغاز الصخري وعنا ولا ما عناش، وربما نجموا احنا نساعدوا البلاد التونسيه في الافاق الاستراتيجيه لافاق الطاقه في تونس. هذايا كان الامنيه نتاعها، وهذايا كيفاش تفاعلت مع المداخله نتاعها. من بعد الدكتوره فاطمه نايت ياغيل، هي مديره متحف باردو، وهي بنفسها زاده حابه تعطينا شويه من المسار المهني نتاعها، وقالت دور المراه في الحفاظ على التراث وتعزيزه في متحف باردو. ثم مداخله كانت من لونيفرسيتي دو كامبريدج دونك من انجلترا، هي باحثه صغيره في السن في طب الاعصاب، وحبت تعطي مش اون غوسيت، ما هي حبت تعطي زاد بعثه امل للتلامذه والشبان اللي يسمعوا فيها وحتى السيدات، لانه السيدات من بعد هما امهات الى اخره. قالت ما هو وكيف تصبح عالم اعصاب؟ دونك هذه السيده اشراق، الدكتوره اشراق الدريسي. زميلتكم سيدة وفاء بركة دردوري كيف هي منذ برامج علمية في إذاعة الشباب، وحبت تعطينا المسار هذية مهنة صحفي، حبت تسلط الضوء على المهنة هذية وبرامج علمية، وقالت لي هو اختيار وعندها قصة مع هالبرامج العلمية. القبلة الأخيرة المداخلة كانت مع الدكتورة علا عمروني، جاتنا من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار دار الحوت، وهي أعطت زادة كيف حسب تقديرها، هي قالت أن تصبحي عالم جيولوجيا في علوم البحار تولي القيادة والبقاء في المسار. قالت لك هذه ما تحيدش عثنية وتقعد غادي وتواصل وتحث وتمشي طول طول. دونك هنا زاد كيف الإصرار، هنا ياسر الكلهم معناتها قالوا يزم نقعدوا رغم الظروف الصعيبة، يزم ديما فما إصرار في العمل. والاخرانيه المداخله الاخرى كانت على في المجال الصناعي، جبن الاصطناعي، تركيبات مبتكره، تطوير المعالجه البيولوجيه، وتعرف انت المعالجه البيولوجيه لمخلفات المصانع، خاطر كل مصنع عنده مخلفات، المخلفات هذه ما تتلوحش في الطبيعه كما هي، تتعالج. واحب حاجه الى الارض كارض اللي هي دارنا احنا، دار الناس كل،
هي المعالجة البيولوجية، معناتها ما ندخلوش الأرض المواد الكيميائية اللي ربما دونك هذه كانت اللقاء مع ثمانية مداخلات، ثمانية نساء تونس متألقات باحثات، فيهم اللي خرج للتقاعد، فيهم اللي حب يعطي بسط على مساره، والنقاش كان على التحديات. تعرف انت كما انا نعرف ان المجالات هذه الكلنا في النجاحات، معناتها المجالات هذه فما نجاحات وفماش كان النجاحات، اما نبداو بالنجاحات وفما صعوبات اللي هي ساعات تعب، ساعات تخليناش في الثنيه واحنا عندنا احساس بفايق. فرغم هذا الكل معناتها الاصرار والصدق في العمل والمثابره ونواصلوا، هذا هو معناتها خلاصه القول وخلاصه النقاش. محليه كلامك ومحليها مدام نجوى، فريمون احسن كما عاود نقول لك احسن تمثيل للمراه التونسيه. اللي يحب يشوف المداخلات وكل نجم يدخل على الصفحه يلقى التفاصيل في صفحه مدينه العلوم، سيتي دي سيونس، صفحه الفيسبوك لمدينه العلوم. هما تبثوا في الابان، اما يلقاهم موجود، كل شيء موجود. توا احنا في ظروف اللي يلزمنا معناتها النيميريك دخل في حياتنا طبعًا. ولا حاجه عاديه طبعًا. حتى اللي ماهوش مارس ولا يمارس، وهذاك هو التواصل، هو بالضبط. احنا في الاخر بكل الواش هذا الكل ويسهل توصل اكثر المعلومات واكثر زادت تبلغ الثقافه، وفي الاخر حتى تنجم تسمع ما تستعملهمش، لكن هذيك الثقافه العلميه انا كيزمك تتوجد في هالميادين هذه وتلقى نفسك وتعرف شنو قاعد داير بيك. يعطيك الصحه مدام نجوى، شكرا ليك، نتمنى لكم التوفيق ديما. الفضاء لهنا مرحبا بكم مدينة العلوم، نحن في شراكة متواصلة ودائما مع مدينة العلوم، لأنه اللي قاعدة تعمل فيه في الوقت هذا مهم برشا، وإن شاء الله نحن نبدأ ونرجع هذيك هو ديما بريق مدينة العلوم جميل والحلمة الجميلة. الثقافة مهمة في الحياة، الثقافة مهمة في الحياة، الثقافة معناتها ما تنجمش في حياتك العادية أنك عندك الثقافة والعلوم، هذوما اشياء معناتها ولا بد في حياتك. انت كان نتلفت، انا كنت رافيكم قبيله معناتها التجار، هو حتى ميم لا كويزين معناتها الطبخ بكله كيمياء بكله بيولوجيا بكله تجارب علميه، الفينيغريت بيدها كي تعمل زيت والقارص نورمالمون كي تغزر لهم هكا ما يتخلطوش، الصوص بيستو اللي هي عملت هنا اليوم دونك كلها علوم بالضبط، هي علوم اللي هي في حياتنا اليوميه. يعطيك الصحه مدام نجوى باي، المديره العلميه بمدينه العلوم. حكينا على تظاهرة يوم المرأة والفتاة والعلوم، كل التفاصيل تلقاها على صفحة مدينة العلوم على الفيسبوك، كل شيء موثق في الديجيتال اليوم، وهذا سهل علينا برشا حاجات. شكرا لك مدام نجوى، اقعد بحذايا حتى